واو الفاعل بان كوسيج مرفوعات الاسماء شيخ وحي وتضبع الفاعل باكو لبا وحي ناي وفاعل وكم مقعب شيخ مفعول الذي لم يسمى فاعله صدح مبتدا افر خبره شان اسم كان واخواتها كانية ولا لها اسم واحد له خبر ان واخواتها اني ولا لها خبر تضبع توابع دي افرتها النعت عرف توكيد بد كذب باو الفاعل بوشاخ وقال له وحي الفاعل لغة من أوجد الفعل اصطلاحا هو الاسم المرفوع المذكور وقبله فعله المذكور قبله فعله لابو أقيب سماب يظاهر يا مضمر مضمر كان جون مركا مضمر كوحالي سدح قواعد بمرة قاعدة كوان مضمر لمبركي وماق مالك صول واق لبيتو كان ماق أقيب سمان اها اثنان للمتكلم هو لبوا متكلم تضيقوا اسكه الله من كل قول هذا النقطه ام هل الجري خمسه للمخاطب شن وشن لا حد لا يدل جوجو لا حد لا خمسه للغائب قاعده صدح ضمير مضمر روال ضمائر نوال لو جمع حكم كود محويه ومبني واحد لقى سو الريبي مياجرة واحد لقى سو الريبي مياجرة ما وائل إي أركتي ضمير مالك صول واركا ومبني والضمائر كلها مبنية بلا استثناء مع أنها ككوباد متكلم بالمثال سوق ضمائرتي والبية توم بالي لو متكلم شان مخاطب شان غايب هيا مثال ضربت معنى هذا محيا ضربت ما ضربت فسر لقمه ضربت الروح بعض فسر يا سام حد كفسر ضربت معنى هذا محيا رأيت وان أركمه مرت وان سامر ضربت لما حيت يا أنا قرعت هذا وأذق هذا قرعي وضربت مخاضر ضربتنا هذا اسكاذا ضربت كعل محيطة معناه أنا قرعها ضربت أنا قرع وايا اعرف الفعلي انت بعض بسع أرمعان انكو شيخة وحلوير نبا زيد كائنون كخبر المبتدا هم يريدون واحد لي تطابق واجره مركز يا شيخ واو قرنا وقت ار نحو بدراوي الصومالي هذا يري علي وانو تاغن مسوافق س علي وا تاغي والوا مركز ضربت فعل وفاعل حد الفعل البا هدان نحن تا وحي نقنيس حول عصب مرك كله تاع مسحنا ضربت فعل وفاعل حد الفعل تا معايا معايا النعمان هي ضربت هي حد الفعل ضرب ضرب او اسوا تاع فعل كي فاعلك وتاذ بس حد الفعل ضرب هي ضربت فعل الماضي ضربت فعل الماضي على السكون هي هيا اعرافك هيا حد الفعل الضرب على رها مركز او حلاوة فعلك الضرب ام بوها الضرب ضرب حد الفعل الضرب هيا السكونة وضربت معناه محيا وضربت هذا قرع مخاطب ونروح لله الله ينن وحل هيا اعرافك بضمير رفع
ما أحوان الاتصال بضمير الرفع متحرك. أيه. من عرفت؟ في محل رفع فاعل لو تعدي اللعبة. وضربت معنى هذه المحوية ضربت فعل وفاعل حد الفعل حقيقة كجوة حد الفعل ضربت فعل الماضي ضربت معنى هنا ضربت معنى بل ضربت فصل ضربت هي ما معنى هذا محيا فسر كيف ضربت قولي هذا قرا هي اعراب حد الفعل فعلك حقيقه جوغاو حد وسوهدين انا كله واخذ مال فير وحاله ضربت فعل وفاعل حد الفعل مركب ضرب ما هي سنه ضرب تي بعد هي سمكت ضرب حد الفعل فعلك حقيقه كجوا مرك كو دواق مركاس حد الفعل سهميه سي اقر ان اد كو جوجي سالر سي اقرنت هاي الضرب تي سو مقر فعل وفاعل حد الفعل معلوها قاجب الوقت ضربت هي اعراب ضرب ها ربك ان ادكوك ها ان ضرباتي مياه حساب مثل ضرب تي بعد هسه ها حد الفعل ضرب ده مركب بعض ربك يعني ضربت فعل وفاعل حد الفعل حد الفعل ولي ضربت هذا دقن كعلي اعراب كعلي ما شاس ضربتم كعلي بالحال ضربت فعل ماضي ضربت فعل ماضي بني على سكون ساعة في محل في محل رفع لا محل ذا قدر أنا محل بعد دكته في محل محل ويتال لا محل من العرب وحن محلهين كان في محل رفع ويتال والميم مع النهاية وضربتما وضربتم وضربتن هيا وضرب هو محيه معانيه يا فعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو وضربت هي قبل ما انا فسر صح وفاعل كوادي مغريدة وقرع على الليري أيه ضربة كلية ضربة مني على الفتح صح ضرب وجاء يقام وكلمة من على الفتح لا محل من الإعراب وتاو علامة وادوس وتاو علامة صح وتاو تأنيث وتاو كعلي وتاو علامة ايه من
مبني على كسر محل العرب. وفاعله هي ما شاء الله. وضرب استاذ ايه ضرب فعل ما هي فسر وضرب لبدا اي مطلقا هو لبا روح مع الله ربا. اها ضرب فعل ماضي حد الفعل ضرب. اها ضرب فعل مبني على الفتح الا محل من الاعراب. اها والالف فاعل مبني على سكون في محل. الف كان محوي هي الف فاعل واسع لكن محوط صايا محوط ياله إيه. وألف التثنية صح. وضربوا مبنية ضربوا تعالى ضربوا ضربوا فعل ماضي مبنيا على ما يا ما يا ما هاي مع المسكوت ذكر ده هاي ضربوا رقي مغرابة قرا حية إعراب ها ها مبني على الضمي ضم محل وجو بنياتها مبني على الضم ها لاتساله ما هي ما هي ما هي ما هي ها الاتسال بواو الجماعة ضربوا قتلوا جلسوا أكلوا شربوا سماهم سعدوا فعل الماضي كعل الاتسال بواو الجماعة كعل ضربوا فعل الماضي مبني على السكون وفاعله وهو الجماعة فاعل مبني على السكون ضربنا مع اليرة هيا مبني على السكون مع السكون له بنيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسار الهجرة وما يتؤلف علينا يا شيخ. وافق أنت. هاي. قعل. هاي. لكن أحوال غير ضري لها وحير. سوقين يربوها. وارنتا وفاعل وخلد مجر لكن ان انه يالكم مقعي كل لي ها مع لا وضربنا قعل ضربنا فعل وفاعل ما مبني على السكون مبنيين 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 على السكون لكن نون النسوه يتاضوا وحيكوذ الترسين وحلا ضمير رفع متحرك ووضفاعي لاتساله بضمير رفع المتحرك لكعله ضمير رفع وحلا سكونها وحي تعبع سيدا ضربت ضربت ضربتما ضربتم إيا ناضو ضربنا إيا ضربنا أونوك صدح راسا وحلا سكونها هلنا تعبع كلمات تعبع ما هنقطة ضربت أما ضربتي أما ضربتما أما ضربتم أما ضربتن وأتعون هلنا ناوي كيما تواضربنا هلنا نأبو كيما وضربنا صدح عسى وحدتو نا نأبو صدح عسى الإسوية الضمير رفع متحرك وفاعل صدح وضب صدح هذا فعل كما دلح لسان فعل كما دوال الهيبي مبني على السكون كعيل ضربنا ما سكون كله مبني قبل مبني على السكون هي لا محل
مبنية على السكون متحرك كذب ونون النسوة ما شاء. وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الحادي والثلاثون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية لشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله عشر كي كوية صدني كوبات كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية والذي في الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى حنوغا بلابنا يا عشر كوية صدنات باو مرفوعات الأسماء بانكسو جرى باو المفعول مفعول كباب كيس الذي مفعول كاسو لم يسمى أن لم يعامين فاعله فاعل كيس وحال عبارة وحاكا في عن إلا باو نائب الفاعل عبارة أجرومي أمر أفر سهد باو المفعول مفعول كباب هاي الذي مفعول كاسو لم يسمى أن لم يعامين فاعله فاعل كيس وحال عبارة وحاكا في عن عبارة ابن مالك ابن مالك يغيره عبارة مرينا باب نائب الفاعل لبا باب نائب الفاعل محيكو وناكسنتا اللي أمرين لبا أرهم عبارة محاكو وناكسن ما نريه عبارة ابن مالك ابن مالك عبارة مري وصاحب الألفية يا علماء كلا باب نائب الفاعل بباكم كم مقعب فاعلك كي نائبك كا مركا وحال عبارة ابن مالك بافي عن لماذا لأمرين لبا أرهم أرنت كوبد والاختصار والإيجاز ويكومنت نائب فاعل ما غير كومنت لبئر نائب فاعل كان فير المفعول الذي لم يسمى فاعله وتربه زما كان نائب فاعل محوك كوبية لبئر نائب فاعل والعرب تحب الإيجاز عربنا وحيد عشا ورك كومن إفائدة ذلك كومنان كلي أما ورك كوبانه فائدة البلاغة السيدة عدرته فوائدة وحاكمة وحلة الإيجاز في موضعه والإطناب في موضعه ما شعوبها هم بالي ورك إلا قابي يا قابي ما شعوبها ورك إلا فافاهير فافاه وارك ما قرأت الإيجاز في موضعه والإطناب في موضعه في موضعه إطناب وبطاء والنون والألف والباء إسهاب والأرين إسهاب إطناب واي مركه وحاله نائب فاعل وحاله قدرت لبا ارن ميد وحا وايه للايجاز والاختصار عباره سا كوبانو ونائب يا الفاعل لبا ارى بك كوبنت لبا ارى كلي اثاني فائده لباده كو جرت نائب فاعل وحاله حديث سيدن لو داي المفعول الذي لم يسمى فاعله مركه لا ما يفير باب المفعول مفعول كي بابه الذي مفعول كاس لم يسمى ان لم يعين فاعله كي سمي فاعل كي وحي دادكو أم ملايين بالي نايو فاعل وحا النقون كرا مفعول به بس هدي سيدن لود داي نايو فاعل وحا النقون كرا مفعول به بس أرندونا سامع نايو فاعل وحا النقض اللمبركو مفعول به وحا كلو النقض مسدر وحا كلو النقض جارية مجرور سيدا ولما سقيد في أيديه وحا كلو النقض ظرف سيدا صيم رمضان أفرتاشا نائب فاعل بينه مفعول به مصدر ظرف الزمان جاري مجرور نائب فاعل مركب وحاسوق لي أفرت وديو فاعل ككي نائب كا أما مفعول به هالنقض ها أما مصدر هالنقض أما ظرف هالنقض أما جاري مجرور لا فائدة ويسمار نائب فاعل وحاسوق لي ها مفعول به وحاسوق لي وكله مصدرك وحاك له سوقل ظرفك وحاك له سوقل جاري مجرور أفر تاسع نائب فاعل نقطة هداد باب المفعول كده يسأل لكن دادكم حيو مرينا يعني
نعم يفاعل إنه نقول كري كليه ها مفعول به أرنتوا مساسة ما نعم يفاعل وحان نقض مفعول به وحان نقضه مزد وحان نقضه ظرف وحان نقض جاري مجرور أفرت وين نعم يفاعل با في المركب باو نعم الفاعل نعم يفاعل كباب كيس وهو نعم يفاعل الاسم ومرع الاسم هذه فعلي حرف ما بحي المرفوع لجوده هياده مرفوع هذه اللي يرينا محاب حي منصوب يا مجرور الذي اسمه مرفوع ولم يذكر أن لشيء معه لجر كيس فاعله كيس مي فاعل كيس لمشي هل كان مركا جوكت مركا في رحت إلى سدح مسالي نقال لنا سدح مسالو مد كتاب كاكال وحن نائب فاعل كقاذن عي هذو فعل كن نائب فاعل بقاته فعل كدورسون باكو إيمان فعل كلفتيس فعل كمحاكو إيمانه دورسون تا كتاب كاكال دورا ومتن يجرون وحاكلو دورسون كو إيمان وحن نائب فاعل كنقنا وحا ها نائب فاعل كنقنا دورسون باكو إيمان لما مات أرنت صد هذا يجرون يقول صوب هذا القاذن با وأغراض حذف الفاعل ماشان فاعل بلغ قوي نايو فاعل محاله وقبهد وحال قوي ها فاعلك نعم دحوينه مركو تقبوزكي سنين سيقب تصول بره ننكاس نائب الرئيس بلغ مدحوينها النائب كيس مدحويني بها ها صفري واد انت اما واد صفر نبوليه وحوغا كرسي وكسي فرد نائب الرئيس بلغ رئيس كيبو نائب كي مرك ماشان فاعل بي فاعل كي بالله حذفي ما قرأ نائب باجر مرك وها مرك ماشان إمانة آية لماذا حذف الفاعل فاعل كي ورت محل واحد إن ماشان وحكى مقام واحد فاعل نائب فاعل ساسكين مكت لم يذكر معه فاعل وسمارت فاعل كي بالله شيء واي مرك اللي أغراض عدة علماء بضان بمسألة كاش أغراض وبضانت أنت كوان بك قبرين ويبضانت كواكب الدريه يسوى أبيض ببكو شرحابة وبضانت لكن كوا كوان لازم كان كقبرين مرك وحان دهنا أغراض وعوان كوحاد كديك أغراض حذف الفاعل أغراض وجمع غرض وهمزة يا غين يا رأي ألف يا ضاد أغراض حذف الفاعل فاعلك وجدوين كلو حذف أغراض حذف الفاعل فاعلك وجدوين كله حذف أغراض حذف الفاعل فاعلك اللي اسكما حذف وين وجد الله مكت مراد أغراض وجمع غرض غرض ودن وجد وهدف أغراض حذف الفاعل وجدوين كفاعل كله حذف كو أغراض حذف الفاعل هرت كثيرة دي كثيرة وبلنت منها وابضانت لكن كو أمهم سما كقاذني أغراض حذف الفاعل فاعلك وجدوين كلو أحد فكثيرة وابضانت منها وحاكم ذا كو للعلم به واللؤجي عدا فالكا سميسي يا عدا هوشا سميسي واللؤجي للعلم به واللؤحد للعلم به فاعلك واللؤجي مثل وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان إنسان كوال عبور الليل ضعيفا حال يهم التبري الإنسان وخلق وال عبور الإنسان إنسان إنسان كي عبور الله خلق الله الإنسان ويمعنه وليس كوذوق يا زابا خلق الله الله عبور الإنسان خلق فعل ماضي بالله الإنسان نائب فاعل فاعلك لكن محل واحد للعلم به واللؤجة يا إنسان كأبوري الله سبحانه وتعالى وحاكلوا اللوحد فلابو للجهل به للجهل به عدى فالكن سميسي جاهل بلغي سوين لما يقال للجهل به مثل سرق المتاع على ابتباع لحظي ها تاني إنك مساجد دين وكوبا لما يسوق مرغيسا سرق النعل كبه واللحظي مركي لحظة مركز نبا هذا كور وحي وروي قال اس كفير صدري لا ودي كبد بتحدر وحو كغو ميد و مال دغى ويسله راتسدين بي اه قرات معنا شو وي دبا سعودين با مركه يسونا تحدر بي كبنا حق كتور كبنا ها مالك ويسله راتسدين بي لا ودي قاطي
سرق النعل كبه ولا حد عيد حد ميا دكتي لكن انه توق حد لقى لكن توق يهم ياد قرن قال الجهل به بالله للجهل به فالكان عيدي سميسي بالجاهل لي سرق النعل كبه ولا حد سرق المتاع علابتي ولا حد عيد حد لما قرنا صدح ما قرت للعلم به سمينا للجهل به صدح للخوف منه ولا قعب صنايا تعدي الصومالي معنا والله وضع قرانا للخوف منه ولا قعب صنايا فالكان عدة سميسي واللي اوكي ها لكن وحشي كرماله ها وحاكم اذا قتل رجل نمبا للدلي في سوق بكارة وحكونا عمي اجري وهذا الكيس ما هو حال الله نمبا للدلي بعد ايه وقت بري باسيدا انك نبك هذا انا صوم مريبا ميل الجزائر اللي هو كرنا الجيري مركة جبهة لديه جبهة الانقاذ بيس جبهة بدبانين تو وذا دو بضنايين با قالوا دو موقتا وانمان عدو وحالس سيدي وحالي حال استورت هذا يعني دارش ما هل استورتو واحد إن سيد مقرادية ونعرض وقال هذه هذا مقرن هل استورتو عدي دارش هذا كوسو بحذا كرسي حقا وهل استورتو شعب واحد دورتين وذا دري جبهة الإيجاد جبهة الإنقاذ سعشان كوس سعشان نقلسه نق مركي وذا دري صوب بحين ودن كان فرنسيس بأسالة جميسنج الجيري عربين الجزائر بالويه قال هذه واحد وحلي لي كروحنا حال سو اسدورتنا مين نده انا كي واكو صباح دورش انا كن ملييري كرين كوين وحاي انا كن هوب كان قادنا غم الى عروتي وكنت وريجينيسي با لبابي كو كنت غدا دلك كلا اسكدا عروتي وكنت غديس غبان مركا بي بي سدا وها او جوجتي ودان كان له اميمه وريعه مركا وحي سو ديسي وربحين دهر ودا marka waxaa kamida jazaair waxa ka socday tiri meesha uga dalneenahay qatalahu musallahuna majhuluna wa kafa id afan karta inta ma jiray qatalahu hadil dadka musallahuna niman hubaysan majhuluna haybtooda an la garanay wa kafa intaas ku filamay inta cid afan kar cid dhaafin karta ma jiray ha nayada lafti haday dhaafisa waa maqan tahay moqt saad marka kaas oo kale waxa la lil khawfi minhu absi laga absanay يا لو شيك قتل رجل نبات لدري عندي دش ولا قال لكن عد كنا على مجرد كاو حالة مركل للخوف منه عبسي لا جاب سنة يا وحي لو شيك للخوف عليه عبسي الله عب سنة كاو حاول روحي بعض بقيسة روحي بعض تن بقيسة تيار الروح هتكب قيسة مكت تنا للخوف عليه شو تي ملامير وملحوين هي بالعاي ninkii madaxweynaha caayaha de boor baa la sugaa shooti mala amiru hebel baa ku caayaatay soo qabta soomaa shooti mala amiru madaxweynihi baa la caay waliban wadamada diktatooriga ka jira hadaa madaxweynaha ba afkaaga ka soo baxo erey xun dhaad hore u socow marka lil khawfi alayhi ruuxi baa shooti mala amiru shooti mala ra'iis madaxweynihi waa la caay ruuxa la caay ruuxa caay waa la garanay laakin lagu ma dhicay أفر مياه للعلم به للجهل به للخوف منه يا للخوف عليه للتحقير لينان بينه وإسكا أغراض للتحقير والإهانة لينان ولا يسعي للتحقير فاعلك وحالوحة للتحقير hadii la sheegay liinaan bay noqow marka taqiirkaasi uu soo dhicin waxaydan waxa kamid ah duriba zabbalu qashin qaadihi baa la garaacay wuxuu ahaa daraba sultaan madaxweynihi baa wuxuu garaacay azabala ninki qashinka qaada haduu ninka qashinka qaada garaac waxa la warbarka beel madaxweyn maxaa ku wata kan qashinka qaadahay sooba marka si aan magaciisa loo sheegin duriba zabbalu baa la zabbal الزبال زبا ألف لام ضرب الزبال قشن قاده ولا قراعي عدا قراعدين ها ولا أجي للتحقير واي وحاكم إذا أغراضي
لسجع بعده لسجع وركا لا صحايا قابكيس ورسكو توز لسجع سجع واسين جيم عين لسجع وركو انو اسكو قابسنا هذا لره ورسحن ورسحنو اسكو توصا لسجع وركو انو تحنا هذا لره محاكا من مثل من ضابت سريرته حمدت سيرته من ضابت سريرته ننكي وناك سنة قلبي سي سيرتي حمدت سيرته سيرتي سوى الله مهدين ماركي وروحي حمد الناس سيرته واركي بعد ايراني مارك سودوه من ضابت سريرته حمدت سيرته والله من ضابت سريرته حمدت سيرته حمدت تدروه من ضابت سريرته ننكي علوشي سوى وناك سنة يوركو جرتيس يا قلبي سينيريس حمدت وحالما هذين سيرته حب دقن كيس ماركي ورا محو من ضابت سريرته وحمد الناس فعلك على طول حمدت سيرته للسج اغراض يقوى كلا اللوح حذف في هذا قوى وبعض اغراض حذف الفاعل اسبابها اللوح حذف وجدوينك اللوح حذف فاعل قوى ساكمل وهو نايو فاعل الاسم ومقع المرفوع لقذاي الذي كاسو لم يذكر أن شيء معه لجر كيس فاعل وفاعل كيس لغراض وجد درت غرض كاسو وحيوك لك هذا غرض لفدي غرض معنوي كأودن به سجعي معنوي بيدان كوه كان لفدي وهو نايو فاعل كالاسم مقع ويا المرفوع لقذاي الذي اسم كاسو لم يذكر أن شيء معه لجر كيس فاعل وفاعل كيس فإن كان الفعل في رهد محاك كسو هشيني هدو فعل كنا يفعل قاداني فعل كمحاكو نعيه دورسون يسبدل واحنا يفعل كنقونا يلفتي سنة محاكو نعيه دورسون فاعل كنا محال لو حدفة أغراض يوجدوي أغراض يواكادر فعل كدورسون كسفير فإن كان الفعل وفعل كهدو يهي ماضيا فعل ماضي أوتك ضم وحال قذي أول وحرف كوه الرية وكسر وحال حصري كسر دنا كمدا نفسها وكسر وحال له اصلي ما حرف قبل اخر حرف كو دنبيه كهري فيل حرف فعلكم ماضي ميه ما يفعل ما قادنا حرف كو او هري قد ماركي ورا ضرب ما هيست ضرب حرف كو غري مخيه ضاد كقد ضو حرف كو دنبيه ككهرين هوسري ضرب ضرب دي ما هيسو بدش ضرب قاتل قتل قتل الخراصون سمجر ها اكل اكل شرب شرب ساسد قوليس مجر ها مركع ارنتا في فيربل اكرم اكرم ها هدو فعل كي ماضي هلو حرف ككوبات قد حرف كا او دنبيا كا كهرينا هوس كتب كتب بدا بدا قرا قرئ واذا قرئ القران سبح قرئ قرئ فان كان الفعل فعل قد يا ماضي الماضي ضم وحل قد اول حرف كا او هري وكسر وكسر اسغي ما سمار ماركي ورا مخا كسر هذا المحله كسر وايسي لفتيس فتح فتح وايسي وكسر وحاله اصلي ما قبل اخر حرف كو دمي حرف كوري ضرب ضرب وصو ذلك وصو ودا وان كان فعل كيادو يا مضارع المضارع ضم وحاله غدي اول حرف كو ور وفتح فتح وايسي سمار فتح محلي فتح وفتح وحاله كردي ما قبل اخر حرف كو دمي حرف كوري في هذا كان يضرب ما هيسته يضرب حرف كو وري قدر يض حرف كو دمه ككورينا كرد يضرب قاتل قتل ماليس يقتل يقتل فيقتلون ويقتلون قران كما ها يقتل ياكل محاده يؤكل يشرب يشرب مركز سيدرات قوضانيس يفتح يفتح
مركز سيدنا كواس ما قال يدرس يدرس يقرا يقرا يكتب يكتب وإن كان فعلك يدو يه مضارعا مضارع ضم وحل قذي أول حرف كوهر وفتح وحل كوري ما قبل آخر حرف كوهر دم حرف كوهر وهو نائب فعلك على قسمين لبقي بضوي ظاهر من مغ ظاهر وصوم الرؤ ما دل على مسماه بلا قيد أما ما لا يحتاج إلى قرين كالم أمبا ومضمار ضمير ضمير هو أضبرته والله بي طبعا كاد قرن حكم كيسون ومبني مالك الصول وارك الضمير فالظاهر ظاهر كي نحو قولك هذا الكاقية وحلا مذوي ضريب الزيد زيد بالا قراعي ضريب الزيد بريو هرارة محايا ضربة ضربة دور سوان كيو كدر حرف كو غهر يقود كو غد ما يكوهر ينهصر محونا قانا ضريب الزيد زيد بالا قراعي مضارع لوك ويضرب الزيد زيد بالا قراعي يضربون مركي ورم حياة هندر يضرب حرف كو غهر يقود هد يو حرف كو غد ما يكوهر ينهكر يضرب وأكرم وحال كرامي والله شرف والله ما موسى عمر عمر ويكرم وحال كرامي دون عمر عمر فيري هد إعراب كي ضريبا صدح وضوء اسكو من هذا ماركرت اوفرس ضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على فتح لا محل له من الاعراب وضوء ماركرت وحان ضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وحد كرو دي كرت ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وحاد كلو دي كرتا ضرب فعل ماض مغير الصيغه مغير الصيغه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب صدح ذاكي كوف واسكم مذا مر اما ضرب فعل ماض مبني للمجهول اما ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله اما ضرب فعل ماض مغير الصيغه مركا كوا كلا فانه مبني للمجهول يا مبني لما لم يسمى فاعله فاعلك سلام مغعاب مغير الصيغه محله فعل كان اسمه سوى لبدل ضرب وهاجر سماه صدح عرب وكرد هنا ضاء راء باء هذا محالي ضريبة مغير صيغة قاب كي سوى للدوري لبدل اسمه سوى اسمه سوى لبدل صدح لا وضمد مرهد ضريبة فعل ماضي مبني للمجهول صدح لا حال مر لغا موضة مت كاثر تمروي واباو الخيار ضريبة فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيد النائب وفاعل بعد زيد النائب وفاعل اشاد فاعل لي جرت ما انت نائب فاعل زيد النائب وفاعل مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخر ضريبة فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زيد النائب وفاعل مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهره في اخر ويضرب الواو حرف عطف يضرب فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع هو شيء ذكر ادجل مركه انت ورا كدميسد يضرب فعل مضارع مبني للمجهول يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله يضرب فعل مضارع مغير الصيغ مرفوع وعلامه رفعه ضمه وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخر زيد النائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخر واكرم الواو حرف عطف اكرم فعل ماضي مبني للمجهول اكرم فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله اكرم فعل ماضي مغير الصيغ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب عمرو عمرو في رساله ملاحظه يا بدر عمر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر انتهى مركا ضمس عمر نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر والواو في عمر فارقة بين عمر وعمر في حالة الرفع والجر بالله عمر ووك ضم يمارك ووك وحوك ربح يا عمر يا عمر كورما حالة الرفع يا حالة الجر بس قد يا حصري حالة النصب وهو مجرى عمرا بس كان نقول رأيت عمرا نمبري عمر الذي هجرى وفانتم من المركز وديجة فرق بين عمر وعمر واسمي عمر وله امتيازات وديجة عرفت بلايو بوقت عرفت بلايو وإلى در نمبري أنكور كاستي وحيالا إنك هاد خطر إلى لا يا قاركود يا كفام نو ما مالي سومالي وحيدا نين وحو كحشودون نين كفان تماما لموك نين وحو كحشود يو نين كفان مركا مسارد مركا آد اسو أمان آيان هذا أمان بيك وضع وحيدا أنا فرعون فرعون بانا سبحان الله انك فرعون هذا الدهلاق يسيد نبكي سوي
مركو له ان خطر انا سومالي بلايره يغنا عيد انا فرعوني مد با مركب بري تاير بان كسميسته بابور مد عرب فلسطيني بوا مركاسا وحان اصلحته اداره السياره ما هاجيسه تاريخ وكان عاريه لغلي موقت مركا و هو ربا انو دها اد بان وكليه واف والله كانما اخرج من جهنم سبحان الله مركا بلاي عرفت وقت بلاي مصيبه مركا عمر يا عمر ووغن وفارق ويكرم عمرو اكرم فعل ماضي مبني للمجهول مبني على فاتح لا محل من الاعراب عمرو فاعل اكرم مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والواو فارقة بين عمر وعمر في حالة الرفع والجر ويكرم الواو حرف عاطف يكرم فعل مضارع مبني للمجهول يكرم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله يكرم فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عمر نائب فاعل بعد عمر نائب فاعل نائب فاعل يكرمه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والواو في عمر فارقة بين عمر وعمر في حالات الرفع والجر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق.